حي الله الفرقة الذهبية، لك حي الله الفرقة الذهبية، كسر الظهر الإرهابي بزود رجع للما تغفر، إيران الشر لازم تطفر، في بغداد تضل حرة بي. هذا البيت وهاي طيابه يا هلي يقدر يوصل بابه، هذا البيت وهاي طيابه يا هلي يقدر يوصل بابه، ويدنس در من تراب، ويدنس در من تراب، وجود الفرقه الذهبيه يا الفرقه الذهبيه، وجود الفرقه الذهبيه ورجال الفرقه. اليوم تجاولنا في منطقة متاح في الموصل، لقينا هاي المخازن المناطق مثل زراعية، لقينا هواية صواريخ ضد دفاع جوي ضد الطيران، لقينا صواريخ عملاقة فولجا اسمها، ورح نختار بعد ذي يفتشون منطقة منطقة بهواية مواد تفجير، هم راح نشوف هسه مواد تفجير.